لف وشوف مع منفيس. لف وشوف مع منفيس كل خميس. فحلقة النهاردة من لف وشوف مع منفيس هنلف فيها على أشهر 10 مدن سياحية في تونس. واحد، تونس العاصمة، مزيج متداخل من الماضي والحاضر، وده لأنها بتجمع ما بين المدينة العتيقة في المركز والأحياء العصرية. بتقدر تزور في المدينة جامع الزيتونة والمعروف بالجامع الأعظم، واللي يعتبر واحد من أكبر وأقدم المساجد في تونس العاصمة، وبترجع سبب تسميته لأن تم بناؤه على أرض بتتوسطها شجرة زيتون. وفي ضواحي المدينة بتقدر تزور قصر باردو، واللي بيضم متحف باردو الوطني، واللي يعتبر من أقدم وأهم المتاحف التونسية، وبيضم أوسع مجموعة فسيفساء رومانية في العالم. بتقدر كمان تزور قصر دار الأسرم. ننتقل بعدها لقلب تونس النابض، شارع الحبيب بورقيبة، واللي بيضم مجموعة من المعالم زي المسرح البلدي، كاتدرائية القديس فينسون دي بول والمعروفة بكاتدرائية تونس أو الكاتدرال، اثنين، سيدي بوسعيد، عروس المدن التونسية وجوهرة تونس الزرقاء. في مقولة شعبية بتقول اللي يجيل سيدي بوسعيد وما يكلش بنبلوني يتسمى مجاش، والبنبلوني عبارة عن دونتس مسكرة مشهورة في المنطقة، فضروري ما تفوتكش. نبدأ بعدها جولتنا بزيارة ضريح سيدي بوسعيد، متحف دار العنابي، واللي يعتبر منزل سيدي بوسعيد التقليدي، واللي بيضم مساحة استقبال الضيوف، الحديقة المفتوحة، ومكتبة الأسرة، وتنهي زيارتك بسطح المتحف واللي بيطل على منظر رائع لسيدي بوسعيد. بتزور كمان قصر دار نجمة الزهرة، واللي يعتبر منزل الرسام والموسيقار الفرنسي بارون دي لونجي، واللي يعتبر متحف للموسيقى العربية. زيارتك برضو لسيدي بوسعيد مش هتكمل من غير قعدة في كافيه دي ديليس والاستمتاع بالمناظر الرائعة من الكافيه مع كوباية الشاي التونسية. ثلاثة، صفاقس، وبرضو نبدأ من المدينة ونتوقف عند أول مسجد اتبنى في مدينة صفاقس، الجامع الأكبر. بتقدر كمان تزور القصبة. ننتقل في أقل من ساعة من مدينة صفاقس لجزر قرقنة، واللي بتتميز بالشواطئ والمناظر الطبيعية الخلابة وسط أشجار النخيل، والاستمتاع بتجربة صيد الأسماك مع سكان الجزيرة. أربعة، سوسة، بتبدأ زيارتك برباط سوسة، واللي بتقع في شرق المدينة، وهي عبارة عن قلعة تم استخدامها كبرج للمراقبة. بتزور بعدها متحف سوسة الأثري، واللي يعتبر من أهم الأماكن السياحية في مدينة سوسة، وده بسبب احتوائه على تاني أكبر مجموعة فسيفساء رومانية بعد المتحف الوطني ببردو. وبتختم زيارتك لسوسة بجولة بحرية على أحد المراكب في مرسى القنطاوي لمدة ساعتين مع وجبة غداء تقليدية تونسية. خمسة، قرطاج، تعتبر قرطاج مدينة أثرية من الطراز الأول، وعشان تشهد أثرية وقدم المدينة بتبدأ بزيارة الأكروبوليو دي كارتاج، واللي يعرف بكاتدرائية القديس لويس أو كاتدرائية قرطاج المبنية على الطراز القوطي البيزنطي.
ننتقل بعدها لزيارة متحف قرطاج الوطني، واللي بيضم مجموعة من التحف بتعود لعصور الفينيقيين والرومان والبيزنط والإسلام. بجانب المتحف بتقابل المنتزه الأثري، واللي حرفياً هتختبر فيه المشي على مر التاريخ. المنتزه بيضم مسرح قرطاج الروماني، حي ماجون البوني وحمامات أنطونيوس، ومعبد بوني. ستة، جربة. زيارتنا الجربة بتبدأ بجولة مميزة في شارع الفن في جربة هود، واللي هتحس فيه إنك ماشي في متحف مفتوح، بالإضافة إلى إنه مكان مناسب جداً إنك تاخد صور جنب رسومات رسمها 150 فنان من 30 جنسية. بعدها بتبدأ جولتنا في أهم المعالم المميزة لجزيرة جربة، ونقطة الانطلاق هتكون من مدينة حومة السوق، المواقع الأثرية زي برج الغازي مصطفى أو البرج الكبير، متحف ليلى الحضرية والحوش الجربي واللي بيضم حوالي 1000 قطعة من القطع الفنية الإسلامية. بلدة جليلة واللي بتتميز بصناعة الفخار، ومتحف جليلة واللي بيعرض الصناعات اليدوية القديمة والعادات الشعبية لسكان جزيرة جربة. تقدر كمان تزور كنيسة الغريبة، وهو عبارة عن معبد يهودي يقع في حارة الرياض، واللي يعتبر مقصد لحج اليهود من مختلف بلدان العالم. وبتنهي زيارتك لجربة بقضاء يوم على جزيرة رأس الرمل. سبعة، القيروان. تعتبر القيروان رابعة الثلاث بعد مكة والمدينة المنورة والقدس الشريف، وأول المدن الإسلامية في منطقة المغرب العربي. بتبدأ جولتنا بأعرق المساجد وأقدمها في العالم، وهو مسجد عقبة بن نافع والمعروف بمسجد القيروان الكبير، واللي تم بناؤه سنة 50 هجرياً. بمجرد دخولك المسجد بتشهد عظمة البناء اللي بيتمثل في مئذنة بيبلغ ارتفاعها 31 متر، ساحة فناء شاسعة بيتوسطها ساعة شمسية لمعرفة أوقات الصلاة، والباب الخشبي المنقوش اللي بيؤدي لقاعة الصلاة. بتنطلق من بعد المسجد الكبير لأزقة المدينة العتيقة، واللي بتقدر تزور فيها مسجد الثلاثة أبواب، بير بروطة، سوق الربع واللي تقدر تشتري منه أفضل أنواع السجاد والكليم اليدوي، وتختم يومك بوجبة الكفتاجي من على واحد من المطاعم الشعبية. ثمانية، نابل والحمامات. بتبدأ زيارتك بياسمين الحمامات ومحطتك الأولى في قرطاج لاند، وتبدأها مع لعبة كينج كونج وكمان مجموعة كبيرة من الألعاب الترفيهية. ولو أنت من عشاق الألعاب المائية يبقى أكوا بارك فليبر الاختيار الأفضل ليك. وتبدأ محطتنا الثانية في مدينة الحمامات القديمة بزيارة قلعة القصبة الأثرية، وكمان جولة في الممرات الضيقة والأسواق. وبتنهي زيارتك بيوم على شاطئ الحمامات، واللي يعتبر من أجمل شواطئ البحر الأبيض المتوسط، واللي بيتميز بالمية الفيروزية الصافية والطبيعة الجميلة من حواليه. تسعة، تبارقة. مدينة المرجان وموسيقى الجاز اللاتينية. بتبهرك تبارقة بجمال طبيعتها اللي بيجمع ما بين البحر والجبال والغابات، واللي بتبدأ تلاحظه في إبر تبارقة، وهي عبارة عن تكوينات صخرية مدببة بيصل ارتفاعها ل 25 متر. تنتقل بعدها لقلعة تبارقة، واللي تعتبر من أهم وأشهر معالم تبارقة، وطبعاً المناظر البانورامية اللي ممكن تلتقطها عدسة كاميرتك من فوق.
ولو انت من عشاق الغطس فخليك تبرقع بشعابه وصخوره المرجانية الفريدة، فرصة هايلة لممارسة الغطس والتصوير تحت المية. عشرة، المونستير. بتبدأ زيارتك بمسجد الحبيب بورقيبة، واللي بيتميز بقبته الذهبية ومأذنتين غاية في الجمال والروعة. ضريح الحبيب بورقيبة، وهو عبارة عن نصب تذكاري، وكمان متحف الحبيب بورقيبة، واللي بيضم أمتعته الشخصية وسيارته المرسيدس. ننتقل من بعده لرباط المونستير، واللي يعتبر من أقدم وأهم الحصون الدفاعية الإسلامية في المغرب العربي. وتختم يومك على شاطئ القريعية وجولة على رصيف مارينا المونستير. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبتك حلقة النهاردة اعمل لنا لايك، واكتب لنا في التعليقات نفسك نتكلم عن انهي بلد المرة الجاية، وما تنساش تضغط سبسكرايب وتفعل الجرس علشان ما تفوتكش حلقتنا الجديدة.